السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا مثل ما عودناكم كل شهر نفتح معاكم اليوم هدية وصلت لشهر ديسمبر 2018 لبنتي، فراح افتحها معاكم الحين ونشوف اللي دخل. اول حاجة هذه لعبة، ما احتاج افتح العلبة حقتها، هي يخش الشكل على نفس المكان مثل النجمة هذه، تركب مكان النجمة ومكتوب اسم اللون عليها، يعني جرين مكتوب جرين هنا والشكل تركبها بس. طيب وهذه اللعبة الثانية، لعبة تركيب مثل ما تشوفون الحلقات دي، نركب مربعات هنا وتكون الرسمة، نكمل الرسمة بالتركيب. والشيء الثالث حق الأكل مثل ما تشوفون. والشيء الأخير اللي متعودين عليه، قصة ولا تلوين، هذه هي قصة مثل ما تشوفون هنا. طبعا القصص تختلف كل شهر، انهم عندهم مثل ما قلت لكم عمرها، فكل شهر يجمل لها قصص على حسب العمر حقها، كيف تتعلم الحين القصه، كيف الرابط انه بيروح مثلا البيت حقه، كيف التعليم حقه والتوصيل الاشياء دي. وبس في نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.